أوكي، مساء الخير، مساء الخير لكل متابعينا. نبدأ ليلتنا بالترحم على فقيد فلسطين الشاعر والمؤرخ للقضية الفلسطينية، الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد، والذي توفي اليوم في كندا عن عمر ناهز 93 عاما، ومواليد حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وأصدر قرابة 20 ديوانا شعريا، اختيرت نحو 90 قصيدة من أشعاره للغناء. غنت فيروز من قصائده أكثر من قصيدة، وكذلك الكثير من المغنيين والمغنيات العرب. هو أكثر شعراء فلسطين استعمالا لكلمة العودة، إذ اعتبره الكثيرون شاعر من شعراء النكبة وشعراء العودة أيضا. اخترنا لكم هذه الأبيات: فلسطيني أنا اسمي، فلسطيني ناقشت اسمي على كل الميادين بخط بارز يسمو على كل العناوين، فلسطيني وإن داسوا على اسمي وداسوني، فلسطيني وإن خانوا تعاليمي وخانوني. رحم الله شاعرنا الكبير وأسكنه فسيح جناني. آمين يا رب، الله يرحمه ويغفر له. أهلا وسهلا فيكم جميعا، وزي ما بنرحب فيكم دائما سلام للجميع في حلقة جديدة من حلقات جمال الفلكلور. واليوم حنتكلم عن موضوع مهم، سبحان الله، يعني إجا اليوم عن موضوع حساس جدا وجميل على قلب شاعرنا الكبير هارون رشيد، ألا وهو القدس. اليوم سنتكلم عن جمال هذه المدينة، عن العمارة وفنونها في مدينة السلام التي وضعت لأجل السلام، وللأسف لم ترى السلام. سنتكلم اليوم عن مدينة تتوق لها الأرواح، تشتاق لها الأنفس. غنت لها فيروز وقالت: لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس، يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. ما بتصور اني ما احكي، يعني ما اقول الكلمات لاني هلا بدي اصير اعيط دكتور جمال، لكن ما فينا نحكي عن القدس وما نتذكر الكنائس، ما فينا نحكي عن القدس وما نتذكر المآذن القدس. يعني القدس بحالها، يعني نحكي بس نقول كلمة القدس هي مدينة السلام، ولما بنحكي عن السلام بنحكي عن الحب وبنحكي عن التآخي، وقديش نحن متعطشين بهالأرض المباركة للسلام أكيد. لكن اليوم حلقتنا حتكون موجهة حول جمال مدينة القدس، طبعا اللي كتار بيعرفوه، وعن الجمال المعماري الذي يميز مدينة القدس. ومعنا ضيف مميز طبعا هذه الليلة، هو الدكتور معين صادق. دكتور معين صادق هو من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهو مدرس سابق لعلم الآثار at the High Institute of Islamic Archaeology في جيروسالم. أهلا وسهلا بك دكتور معين، شرفنا في استوديو كنار تي في، أهلا وسهلا بك. أهلا بكم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع المشاهدين، وأشكر الأخ جمال وأشكرك على هذه المقدمة الجميلة عن مدينة القدس. وطبعا أنا فخور جدا أن ألتقي معكم اليوم لأتحدث عن مدينة القدس، المدينة العريقة، مدينة السلام والمحبة، المدينة المقدسة، المدينة التي كانت دائما مفتوحة للجميع بدون تمييز عرقي أو ديني أو جغرافي، أو حتى نستطيع أن نقول أي بعد تتخيله. دكتور، نحن نتشرف بوجودك معنا. يعني من السيرة الذاتية، أنا لما عملت عنك بحث صفحات وصفحات، يعني بدنا الساعة بس نقدم فيك، ولكن اختصرنا الموضوع يعني
لضيق الوقت، وأهلا وسهلا بك. أنت مدرس في عدة جامعات وكليات كبيرة عريقة مثل شيكاغو يونيفرسيتي وتورونتو يونيفرسيتي، والآن أنت ديركتور من أوغريت سنتر لستاديز أند كالتشرال إكسشينج. فبرحب فيك دكتورنا العظيم، أهلا وسهلا فيك، وكلنا فخر بوجودك معنا، وإن شاء الله حتكون سلسلة معك مش حلقة، لأنه أنا عارف لديك الكثير وفي جعبتك الكثير. يعني الحديث عن القدس يطول أكيد، يعني نحن نتكلم عن مدينة من أجمل المدن التاريخية، يعني ولها دلالتها التاريخية على مر العصور ويمكن على أكثر من 4000 سنة. صحيح، أحسنت أخت نسرين. يعني هذا البرنامج أو هذه الحلقة لا يمكن أن تغطي جميع جوانب مدينة القدس، تحتاج إلى حلقات حلقات وحلقات، يعني ربما كل مبنى فيها يحتاج إلى حلقات. يعني من درس الآثار وعلم الآثار والعمارة وفنونها وغير ذلك، حقيقة نحتاج إلى حلقات كبيرة جدا وطويلة جدا، لكن سنحاول الاختصار ويعني التركيز على النقاط الرئيسية التي تعكس جمال وجماليات العمارة في مدينة القدس، العمارة المسيحية والعمارة الإسلامية طبعا، وأنا ذكرت المسيحية لأن المسيحية هي أقدم من الإسلامية فيها، يعني حسب الترتيب الزمني حتى يعرف المشاهد لماذا بدأت بالمسيحية. والمسيحية هي طبعا يعني تلعب دور كبير في وإلى اليوم في صمود أهل مدينة القدس، وطبعا لها ومبانيها مرتبطة بالعمارة الإسلامية التي جاءت فيما بعد. دكتور خلينا نتكلم الآن عن البلدة القديمة. يعني أنا لما زرت القدس، أنا للأسف زرت القدس مرة واحدة في حياتي، لكن كنت مخطط أني أزورها ليوم، وجلست فيها 4 أيام وضيعت باقي المدن، لأنه البلدة القديمة لها رونق. يعني أنت تمشي على خطى المسيح، أنت تمشي على خطى عمر بن الخطاب، أنت تمشي على خطى صلاح الدين، أنت تمشي على خطى عظماء مشوا قبلي، فكنت أستحي لما أمشي في البلدة القديمة. كلمنا عنها. طبعا آمل أن تكون صورة البلدة القديمة واضحة الآن لأني أدخلتها الآن. مدينة القدس كما تعرفون لها أسوار ولها أبواب، لا نريد التطرق إلى عدد الأبواب، فهذا موجود في النت وموجود في أماكن كثيرة، الأبواب وعددها وغير ذلك. في البلدة القديمة طبعا كما ترون في الصورة الحارات المختلفة في البلدة القديمة، وإلى اليمين يمين الصورة هي كنيسة القيامة، وإلى اليسار يعني في الجانب الأيسر من الصورة الحرم القدسي الشريف، ومساحته طبعا 144 دنم حتى يتخيل الإنسان أو المشاهد حجم الحرم القدسي الشريف. طبعا في البلدة القديمة، البلدة القديمة لها أبواب مختلفة كما ذكرنا، وطبعا أهم هذه الأبواب هو باب العمود. طبعا هناك باب الخليل وباب الساهرة وأبواب وباب الجنائز وأبواب عديدة جدا. لكن لماذا يعتبر هذا الباب من أهم الأبواب في مدينة القدس؟ أول شيء هو الباب الرئيسي لدخول الناس والسياحة، وهو أصلا اسمه بواب دمشق، أي أنه الباب الذي كان يؤدي إلى مدينة دمشق، مثل باب الخليل الذي كان يؤدي إلى مدينة الخليل. لكن أحببت يعني حقيقة، يعني يمكن الكثير من المشاهدين لا يعرفون لماذا أطلق عليه اسم باب العمود. أطلق عليه اسم باب العمود لأن الباب بعد المدخل مباشرة، الساحة التي أمام المدخل مباشرة أقيمت فيها حفريات أثرية في العصر التركي، فاكتشفوا عمود بازلتي عليه كتابة يونانية ونقل طبعا إلى إسطنبول، ومن يومها إلى الآن نقول باب العمود نسبة إلى هذا العمود الأسود البازلتي.
لمن يريد أن يعرف أو يرى هذا العمود البازلتي الأسود يستطيع أن يدخل في السوشيال ميديا أو في النت على خارطة مأدبة في الأردن وينظر إلى مدينة القدس وينظر إلى البوابة على يسار مدينة القدس في خارطة مأدبة الفسيفساء، سيرى أمام المدخل مباشرة عمود أسود، هو هذا العمود الذي تم اكتشافه في الفترة التركية. معلومة رائعة، شكراً. طبعاً يعني لا أريد أن أكرر معلومات كثيرة موجودة في النت، لكن أحاول التركيز على معلومات ربما لا تكون إلا في مصادر معينة. طبعاً وتم اكتشاف أرضيات فسيفساء إلى غير ذلك، وطبعاً كما ترون المدخل موجود وعلى جنبه برجان يعني مزود بوسائل دفاعية مهمة جداً، وهذه هي وهذا هو نمط الحصون الإسلامية في العصور المختلفة. أريد أن أذكر نقطة هنا لها علاقة ربما بأسوار وأبواب البلدة القديمة، أنها أعيد بناءها في عهد السلطان سليمان القانوني في القرن السادس عشر الميلادي، أي أن الأسوار العلوية للبلدة القديمة تعود إلى العصر التركي وتحديدا إلى عصر السلطان سليمان القانوني. سليمان القانوني هو الذي قام أيضا بتكسية أو بزخرفة الجدران الخارجية لقبة الصخرة ببلاطات خزفية أحضرها من مدينة قشان شمال أصفهان من إيران، من منطقة من إيران اليوم، من مدينة قشان. وإن تعرفون أن قشان كانت مشهورة جدا بالصناعات الخزفية. هذه البلاطات اللي موجودة على قبة جنب قبة الصخرة تحت القبة، البلاطات التي على واجهات قبة الصخرة، وسنتطرق إليها بالتفصيل عندما نصل إلى قبة الصخرة. أوكي، ممتاز. طب دخلنا هذه البلدة من باب الخليل أو من باب العمود أو باب دمشق، وبدأنا نتنسم تلك الروائح الجميلة من أهل تلك البلدة التي يعني نفتخر فيهم، الذين ما زالوا يعيشون في تلك الأديرة والبيوت التي لا زالت تحافظ على هذا النمط، النمط القدسي. حدثنا عن هذه البيوت. حقيقة يعني العمارة في مدينة القدس وفي فلسطين وفي سائر العالم الإسلامي والمسيحي، وخاصة في العصور الوسطى والعصور اللاحقة، تميزت بوجود ساحة وسطى أو الحوش، ما نقول عنه الحوش أو الفناء، الذي هو يعني هو متنفس للبيت الفلسطيني في مدينة القدس وغيرها. وأحيانا يكون في هذا الحوش أو الفناء نافورة مياه، تكون شجر الزيتون، يكون بئر مياه، تكون بعض النشاطات المنزلية اليومية في البيت. لهذا الوضع حقيقة يعني أهميتين. الأهمية الأولى هو هذا الوجود للمياه والأشجار وغير ذلك في ساحة الفناء تؤدي إلى تلطيف درجة الحرارة، وخاصة في الصيف في منطقة الفناء أو الحوش. وعندما تلطف درجة الحرارة في الفناء ودرجة الحرارة خارج البيت درجة حرارة عالية، فتلطيف درجة الحرارة في الفناء تخلق نوع من دوران الهواء، من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض، أي أن المياه والرطوبة وغير ذلك في الفناء خلقت ضغط مرتفع وفي الخارج ضغط منخفض، فبالتالي هذا يخلق نوع من الرياح الجميلة التي يتمتع بها الجالس في الفناء. تماما عندما تجلس في مكان صحراوي أو مكان حار وترش بعض المياه حولك، بعد ثواني تشعر أن هناك نسمة من الهواء جاءت. النسمة جاءت لأن خلقت ضغط هواء مرتفع وضغط هواء منخفض بعيد عنك، فبالتالي خلق نوع من دوران الهواء من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض. هذه
ومن أين أتت هذه الفكرة الذكية؟ من المعمار، من المعمار الإسلامي، لأنه هذا ما يميز المعمار في الفترة، بدايات الفترة الإسلامية وخاصة في العصر الأموي. هناك طبعا، وهذا ينطبق على العمارة المسيحية في العصور الإسلامية المختلفة، لأنه لابد أن نركز هنا وأن نقول أن لا يوجد اختلاف أبدا أبدا بين البيوت الإسلامية المسيحية أو الإسلامية في مدينة القدس، كلها على نمط المعمار وعلى نمط نفس التخطيط ونفس العناصر المعمارية والزخرفية. الآن هناك جانب ديني لأهمية الفناء والحوض، جانب ديني. الجانب الديني هو أن البيوت ما قبل الإسلام كانت تفتح الشبابيك إلى الخارج يعني لتأخذ الهواء وتأخذ الإضاءة من الخارج. الآن في الفترة الإسلامية انفتاح البيت إلى الخارج حسب الفقه الإسلامي غير محبذ، فبالتالي للخروج من هذا المأزق خلق المعمار المسلم موضوع الحوش، أي أنك إذا أردت الهواء وأردت الإضاءة فهناك حوش أوسط في البيت تأخذ، وطبعا والإيوانات أو اللواوين حوله، الإيوانات حوله ويأخذ الإضاءة والتهوية، تأخذ الإضاءة والتهوية كما تشاء. فهذا حقيقة بالإضافة إلى العمل اليومي في البيت والخصوصية الاجتماعية للأهل، الخصوصية الاجتماعية، الخصوصية البصرية والسمعية. يعني باختصار أنك لا يمكن في بيوت البلدة القديمة أن تفتح باب البيت ويشرف على الصحن أو الساحة مباشرة، لابد أن تدخل في ممر ملتوي مثل الزاوية القائمة، لأن إذا فتحت الباب وكان أمامك الحوش فأنت طبعا لم تحافظ على الخصوصية الاجتماعية. أما إذا كان هناك ممر على هيئة شكل زاوية قائمة من المدخل يؤدي إلى الحوش، فبالتالي من يقف على الباب حتى لو كان الباب مفتوح فلا يرى ما في داخل الحوش، وهذا هو طبعا الجانب الديني للحفاظ. أما بالنسبة قريب كثير للبيوت الشامية، يعني نفس الستايل هو. هو إحنا يعني الجانب الإسلامي هو ينطبق على الجميع يعني. فبالتالي وأيضا خصوصية لها علاقة بموضوع المدخل إلى مجموعة من البيوت، كما يوجد في البلدة القديمة في القدس وفي الكثير من المدن الإسلامية، ترى أن مجموعة من البيوت تشترك مع بعض في زقاق أو في طريق ضيق، هذا الطريق قد يغلق بالليل، فللحفاظ أيضا على الخصوصية البصرية والحفاظ على الناس، لأنهم إما ينتمون إلى قبيلة واحدة أو ينتمون إلى مجموعة واحدة أو مجموعة عرقية واحدة، فبالتالي أغلب وهذا نمط معروف في مدينة بغداد عندما بناها المنصور، كانت أيضا مقسمة حسب الأقرباء والعائلات وكذا، والمدينة المنورة عندما خطها الرسول صلى الله عليه وسلم جعل كل قبيلة في مكان معين حتى يكون يستمر التكاتف الاجتماعي بينهم. فهذه هي طبيعة البيوت العربية سواء الإسلامية أو المسيحية في مدينة القدس، أي أنها اختلفت عن النمط القديم أن يكون الحوش أمام البيت، لا الحوش الآن داخل البيت. نعم. يعني كنا دائما نشوف البيوت، يعني أنا بشوف البيوت دائما على التلفزيون بقول يعني بيوت جميلة جدا ومميزة جدا، ولكن ما كنت يمكن أعرف بالضبط ليش بالضبط ليش هي مصممة بهذا الشكل الجميل. هلا صرنا نعرف المعلومة، يعني شكرا لك دكتور معين على التوضيح. لكن بما أنك أنت عم تحكي على البيوت، يعني إنه كلها نفس الشيء، بيوت المسيحية والبيوت الإسلامية في مدينة القدس، ونحن نعلم كم هي كبيرة البصمة المسيحية في القدس، حبينا هيك نحكي شوي عن، نحن نسمع طبعا درب الألام التي مشاها طريق الألام عند أخوان المسيحيين، أين تبدأ وأين تنتهي؟ يعني نسمع عن ضرب الألام لكن لا نعرف بالضبط، نحن اللي عايشين برا يمكن ما زرنا مدينة القدس، ما بنعرف وين بتبلش، ما بنعرف وين بتنتهي. سنتحدث عنها، لكن معلومة أخيرة لها علاقة بالبيت في القدس، إنك عندما تدوري مدينة القدس تجدي أن كل الإيوانات حول
الساحة الوسطى مرتفع حوالي 20 سنتي أو 30 سنتي. طبعا ربما يسأل الشخص طب لماذا مرتفع هذا الارتفاع عن 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 باقي عن باقي الحوج؟ السبب طبعا إبداع المعمار العربي الحقيقة هو أنه في الشتاء، في فصل الشتاء عندما يكون الجو بارد جدا، أنت تعرفين الرطوبة دائما تهبط إلى أسفل، الرطوبة دائما تهبط إلى أسفل، يعني إذا صفرتي وفتحتي واحد آي سي يونت عندك في البيت فتفتحيه من فوق لأنه راح تنزل البرودة تحت، أما إذا فتحتيه تحت لا يمكن تطلع فوق. فبالتالي في الشتاء العتبة العشرين سنتي أو ثلاثين سنتي للإيوانات تحصر فيها رطوبة الجو وتمنحها من دخول الإيوانات، يعني أقصى درجات الرطوبة تحصر في المنطقة هاي اللي هي مثل الحوض صارت الآن، وتمنحها من دخول الإيوان اللي هو 30 سنتي. الإيوان تقصد فيه الغرف يا دكتور؟ الإيوانات ما هي تفتح بعقد على الصحن على الساحة. أوكي. تحت العقد تلاقي إنه مدخل الإيوان مرتفع عن الساحة. يعني بتطلع له درجة أو درجتين عشان تدخل عليه. بالضبط. قد يعني ممكن يكون درجة أو درجتين مرتفع حتى يحصر المنطقة هاي في الصحن، الصحن يحصر برودة الجو ورطوبة الجو في هذه المنطقة، فلا تخرج الرطوبة إلى فلا تدخل رطوبة الإيوانات المختلفة في البيت. نعم، ذكاء معماري بالفعل، ذكاء معماري. أنا شايف هون يا في تقريبا درجتين في الرائع رائع. الآن النقطة اللي سألت عنها الأخت نسرين وهي طبعا مهمة جدا حقيقة، اللي هي موضوع درب الآلام. درب الآلام يعني هي يعني هو الحج المسيحي حقيقة، يعني الحج المسيحي درب الآلام يشكل جزء كبير جدا من الحج المسيحي، بالإضافة إلى زيارة كنيسة القيامة وزيارة الناصرة طبعا للمسيح عليه السلام، والسيدة مريم العذراء عاشوا فترة في الناصرة، وأيضا كنيسة المهد في بيت لحم طبعا من ضمن النقاط الرئيسية التي يزورها الحج المسيحي. الآن بالنسبة لدرب الآلام أو طريق الآلام أو فيا دولوروزا، طبعا أطلق عليه هذا الاسم لأنه يجسد آلام المسيح عليه السلام حسب الرواية المسيحية، منذ أن حكموا عليه بالصلب في قصر هيرود، طبعا الحكم عليه بونتيوس بيليت اللي هو كان في الحاكم الفعلي، حتى كنيسة القيامة. يعني هاي طريق طويل من هذا القصر اللي هو الآن القصر أو مكانه تقريبا، مش تقريبا هو أكيد على الجدار الشمالي للحرم القدسي الشريف، يعني تحت الجدار الشمالي للحرم القدسي الشريف، ويعني داخل البلدة القديمة. من هذا في هذا المكان في هذا المكان طب هذا الاسم طبعا يشير إلى 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 هذه القصة. هذا السلايد طبعا يبين القصة من بداياتها، يعني القصة من بداياتها أن كانت هناك وشاية على المسيح عليه السلام، وطبعا الحاكم الفعلي للبلد كان متضامنا مع هذه الوشاية، فبحثوا عن عيسى عليه السلام فوجدوه في مغارة، يعني كاد أن ينتهي من العشاء الأخير، يعني كان هذا آخر عشاء للمسيح عليه السلام، فتم إلقاء القبض عليه طبعا حسب القصة طبعا المذكورة في المسيحية. وأنا عرضت وإلى يمين الصورة الآن الكهف الذي كان فيه عيسى عليه السلام والرسل الـ12 طبعا عددهم كانوا 12 معه في وتناولوا العشاء الأخير وتم إلقاء القبض عليه في هذه المناسبة أو هذه الليلة. الآن
أمامي على الخارطة أو أمامي في السلايد على اليسار طبعاً درب الآلام. درب الآلام يبدأ فوق في القصر الذي بناه هيرود الكبير في بدايات القرن الأول، يعني أو قبيل القرن الأول، لأنه هيرود تولى من 37 قبل الميلاد إلى 4 ميلادي. إلى 4 ميلادي، أنتم عارفين في قبل الميلاد إحنا العدد تناقصي، يعني 34 أقدم من 33 أقدم من 32 حتى نصل إلى صفر، وبعد ذلك 1 2 3 حتى نصل إلى 2020 اللي هو سنتنا الحالية. فهذا هو القصر الذي حكم فيه على سيدنا عيسى عليه السلام بالصلب. كانت الحقيقة تهمتين، التهمة الأولى الخيانة العظمى، والتهمة الثانية أنك تدعي أنك ملك على بني إسرائيل، وهذا ادعاء مرفوض. فهذه التهمتين. وطبعا على طول درب الآلام هناك محطات، يعني يتوقف عندها الحاج المسيحي من المحطة 1 إلى المحطة 14. المحطة الأولى مثلا المحطة الأولى هو المكان الذي حكم عليه بالصلب حسب الرواية طبعا المسيحية. المحطة الثانية كيف صنعوا إكليل من النبات الناشف الشوكي ووضعوه على رأسه وقالوا له هذا هو تاجك إذا كنت تدعي أنك ملك. فنزلت طبعا الدماء على وجه المسيح عليه السلام. في المحطة الثالثة على أعطوه الصليب الخشبي ليحمله بنفسه إلى مكان الصلب، وكان ثقيلا. ففي المحطة الرابعة وقع على الأرض من ثقل هذا الصليب. وفي المحطة الخامسة السيدة فورينيكا، القديسة فورينيكا، مسحت جبهته في الطريق. والمحطات اللي بعد طبعا نساء القدس وراه. آخر أربع محطات تحت في الصورة، تحت في كنيسة القيامة، يعني آخر محطة، آخر أربع محطات في كنيسة القيامة، وتنتهي عند قبر السيد المسيح الذي اعتقد الإمبراطور البيزنطي أن في هذه المنطقة بقايا السيد المسيح عليه السلام، فأنشأ اللي هو The Church of the Holy Sepulchre اللي هي كنيسة القيامة في تلك المنطقة. هذه هي قصة درب الآلام، وضروري، لا هذا شيء أساسي لكل حاج مسيحي أن يزور القدس. وإذا زرتم مدينة القدس ستجدون على طول الطريق درب الآلام، على الجدار مكتوبة الأرقام، وتحت الرقم مكتوب الأجزاء من النيو تيستامنت التي تقرأ في هذا المكان. إذا زرتم مدينة القدس إن شاء الله تزوروها. تزوروها قريبا. يعني ذكرت دكتور معين كنيسة القيامة، وأنا أردت أن أسألك متى بنيت كنيسة القيامة في عهد الآن إحنا سنتطرق إليها. كنيسة القيامة، شوف السلايد هاي يبين الأصفر، اللون الأصفر هذا هو محيط الحرم القدسي الشريف. خارج الحرم القدسي الشريف هناك مبنى ضخم هو بقايا اللي هو قصر هيرود، وهذا هو الشخص اللي هو بونتيوس بيليت اللي حكم على المسيح عليه السلام بالصلب. والقلعة هاي اسمها في مدينة القدس اللي هي أنطونيا فورتريس، يعني قلعة أنطونيا. من هذا المكان هذا بدأوا هنا وانتهوا في كنيسة القيامة على يسار على يمين الصورة. كنيسة القيامة تعود إلى القرن الرابع الميلادي. حقيقة كنيسة بيزنطية غاية في الجمال، ولها قبة خشبية من طبقتين،
ضخمة جدا، حوالي 40 متر قطرها 40 متر و20 سنتي تقريبا. ولكن وهذه نقطة مهمة، لكن الكنيسة هدمت أيام الغزو الفارسي لمدينة القدس. طبعا احنا حوالي 600 في النصف الأول من القرن السابع الميلادي تعرضت مدينة القدس لغزو من بلاد فارس، ودمروا كل الكنائس الموجودة في فلسطين، وهذه كانت واحدة من الكنائس التي سلم التي دمرت. أيضا الكنيسة الوحيدة التي سلمت هي كنيسة المهد، وطبعا أعيد بناءها أيام حروب الفرنجة، أيام حروب الفرنجة. يعني أنا أستخدم مصطلح حروب الفرنجة لأن المصادر الإسلامية المعاصرة لحروب الفرنجة تقول حروب الفرنجة، لا تقول الصليبيين، تقول حروب الفرنجة. والكلمة الفرنجة جاءت من التسمية الأساسية فرانكس، لأن أول حملة صليبية جاءت من فرنسا. فأصبحنا نقول في المصادر الإسلامية الأولى حروب الفرنجة. المصادر المتأخرة جدا صارت طبعا تقول حروب الصليبية. المهم هذه الكنيسة موجودة الآن طبعا في مدينة القدس، ولها إشراف خاص من الإدارة المسيحية داخلها، وسنذكر فيما بعد تأثيرات معينة معمارية على قبة الصخرة المشرف عندما بني وانشئت في دكتور معين. انا بس نسأل عن كنيسة القيامة، انا بسمع انه المفاتيح مع عائلة فلسطينية مسلمة دائما يتوارثوها ابا عن جد. طبعا هذه في التاريخ الاسلامي والسياسة المعروفة عبر العصور الاسلامية ان حفظ الامن والامان هي من مهمة الدولة الاسلامية، أما ما هو داخل الكنيسة فلك الحر فأنت حر التصرف فيه، يعني تفعل ما تشاء فيه، لكن حفظ الأمن والنظام. يعني مثلا الجزية، دفع الجزية لأهل الكتاب لأنهم لا يدخلون في الجيش، فبالتالي هناك بديل عن دخول الجيش، مثل اليوم من يريد أن يعفى من الجيش الأردني أو الجيش المصري أو الجيش يدفع مبلغ معين حتى يتم إعفاؤه لسنة أو سنتين أو ثلاثة. المهم كنيسة القيامة هي التي دخلها الخليفة عمر بن الخطاب عندما تم فتح مدينة القدس عام 638، وأعطى السكان العهدة العمرية أو ما يسمى بالعهدة العمرية، وكان اسمها يعني اسم المدينة في العهدة العمرية إيلياء. إيلياء يعني في نص العهدة العمرية كان اسم المدينة إيلياء من إيليوس كابيتولينا. سريعا الأسماء هاي لو تحكي لنا سريعا عنها. فهذا النص موجود طبعا، العهدة العمرية نصها موجود، فستقرأوا يا أهل إيلياء يعني اللي هي المدينة المقدسة من إيليوس كابيتولينا. فدخلها طبعا استلم مفاتيح القدس من صفرونيوس وعهد الأمان، ودخل وتفقد المدينة، ودخل معه كنيسة القيامة، وجاء موعد الصلاة وأراد أن يصلي الخليفة، فأشار عليه صفرونيوس أن يصلي فيها، فقال له أخشى أن يتخذوها المسلمون من بعدي مسجدا، فخرج منها وصلى خارج المدينة، خارج الكنيسة في مكان يطلق عليه اسم المسجد العمري أو الجامع العمري، خارج ليس بالحرم وإنما بالقرب من كنيسة القيامة. وطبعا أنت تعرف أن فتح المدينة، أنا لا أريد أن أربط الأحداث بالتاريخ الحديث، لكن مدينة القدس كان الفتح صلحا، أما مثلا إسطنبول فكان حربا.
أنا لا أريد أن أربط الأحداث أكيد لأنه في ناس ربطوها وأضحك مع بعضها البعض أكيد صلحة يعني مع بعضها البعض يعني. أنا كنت حابة أسألك يا دكتور معين قبل ما ننتقل لنقطة ثانية عن كنيسة القيامة كستايل يعني معماري، بماذا تأثرت من الناحية المعمارية؟ قبة الصخرة؟ لا كنيسة القيامة كنيسة طبعا بتعرفي هي عمارة بيزنطية. شوفوا في ناس يعني لما نقول الدولة البيزنطية أو عمارة بيزنطية خلينا نفسر المصطلح. لما كانت دولة رومانية في كل أوروبا، في كل أوروبا انقسمت في القرن الرابع الميلادي إلى قسمين، قسم شرقي اتخذ عاصمته بيزنطة اللي هي اسطنبول اليوم، اتخذ عاصمته بيزنطيوم، والدولة الرومانية الغربية واتخذوا عاصمتها روما. فالآن إما أن نقول الدولة الرومانية الشرقية أو نقول الدولة البيزنطية نسبة إلى عاصمتها بيزنطة اللي هي اليوم اسطنبول. نعم. فالدولة الرومانية الشرقية هي التي أثرت علينا يعني على منطقتنا بعمارتها أثرت تأثير كبير، يعني ربما الناس يعني ربما لا يدركون التأثير الكبير الذي أثرته العمارة والفنون البيزنطية في منطقتنا. دليلي على ذلك أنك إذا زرت الأردن أو سوريا أو فلسطين أو أي مكان في المنطقة اللي كانت تحت الحكم البيزنطي تجد أن كل الكتابات الموجودة في الكنائس القديمة في أرضية الكسيفساء التي تزورها باليوناني مكتوبة. مكتوبة باليوناني يعني اللغة يونانية وليست لغة عربية أو لغة أخرى. أحرف يونانية. أحرف يونانية يعني، فبالتالي تخيلوا يعني اللغة التي كانت سائدة هي اللغة الرسمية هي اللغة اليونانية، وطبعا سادة العمارة أيضا البيزنطية وأثرت على العمارة في منطقتنا. الآن نرجع لكنيسة القيامة. سانتا كوستانزا في على الشاطئ الشرقي لإيطاليا فيها مخطط دائري ومثمن يشبه تماما تخطيط كنيسة القيامة، يعني أن تخطيط كنيسة القيامة جاء من سانتا كوستانسيا في إيطاليا على الساحل الشرقي فوق على الساحل الشرقي في إيطاليا. وطبعا كان استخدام القبة الخشبية اللي هي من طبقتين، لكن في نقطة مهمة جدا هي في كل دراسات العمارة في العالم أقدم قبة خشبية معروفة في منطقتنا هي لمعبد مارنيون الذي كان في مدينة غزة، وهذا مثبت بالنص طبعا في وسط مدينة غزة في الموقع الذي فيه اليوم الجامع العمري الكبير، يعني لأنها أحرقت عندما دخلت المسيحية مدينة غزة، يعني أحرق المعبد وتهاوت القبة وثبت أنها من الخشب يعني. فهي أقدم قبة، لكن ليست على شكل قبة كنيسة القيامة. قبة كنيسة القيامة والتخطيط سترون التخطيط فيما بعد في السلايد هو مأخوذ من سانتا كوستانزا في على الساحل الشرقي من إيطاليا، لأن العمارة تعرف العمارة دائما تأخذ من بعضها البعض يعني العمارة تؤثر وتتأثر. لكن شو اللي صار باختصار؟ اللي صار إنه يعني كل فترة تاريخية لها مميزاتها، يعني في فترة ما قبل المسيحية تجد أن معظم الزخارف هي عبارة عن آلهة، الإله بعل أو الإله جوبيتر إله الرعد أو الإله بعل إله المطر أو أفروديت إلهة الحب والجمال، عرفتوا كيف؟ ف يعني حتى احنا لليوم بنستخدم كلمة بعل اللي هو إله المطر، يعني شيء يذكر صحيح. كلمة بعل انتقلت اصبحت بعد طبعا الوثنية صارت زوج،
السيد والزوج، يعني حتى بالعبرية، حتى بالعبرية، حتى بالعبرية بعلش الخاء، يعني زوجي، حتى بالعبرية بعلش لي زوجي. الآن بعدين تطور الوضع إلى أنه الآن أول ما تنزل خضرة معينة زي خيار، بطيخ، ما أدري إيش، يقول لك خيار بعلي، بطيخ بعلي. لسبب، لأنه يعني مروي من مياه السماء، من مياه بعل. عرفت كيف؟ من مياه بعل، اللي هو شوف التسمية كيف استمرت إلى الآن. فكلمة بعلية تعود أو تنسب أو مشتقة من الإله بعل، فنقول بومية بعلية، خيار بعلي، إلى غير ذلك. يا عيني يا عيني. فيعني كنيسة القيامة فيها طبعا يميز الزخارف المسيحية صورة السيدة مريم العذراء، وصورة المسيح عليه السلام، وصورة والدة مريم العذراء اللي هي حنة، الحنة اللي الستات بحطوها على يديهم من اسم ام والدة مريم العذراء. نعم. حنة اللي هي بالانجليزي ان، سانت ان، وبالالماني انيت. فهي فدائما، وطبعا القديسين وتلامذة المسيح وغير ذلك من القديسين اللي كانوا برعوا الكنيسة وماتوا، لما يموت بسموه قديس، يعني سانت، بعد الموت بسموه سانت. أي واحد مثل إحنا في الإسلام لما يموت شيخ بيقولوا يعني قبة الشيخ الفلاني أو الولي، إحنا نقول الولي بعد ما يموت، هذه أولياء الله الصالحين، الولي. هو كان شيخ أصلا في المسجد، لكنه بعد الوفاة نقول هذا 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 قبر ولي من أولياء الله الصالحين. فهذه أهم طبعا. الآن من الزخارف أيضا تجد أهم عنصر من العناصر الزخرفية، عناقيد العنب وكروم العنب، لأنها هاي منها كان الواين الذي كان في عهد المسيح عليه السلام، ويعود أيضا للأولد تستامنت، يعني ليس فقط في النيو تستامنت لكن أيضا في الأولد تستامنت، لأنه سيدنا موسى عليه السلام، ما أنت عارف في الخمس أصفار الأولى من أيام سيدنا موسى عليه السلام، فعندما أرسل عيون لاستكشاف أرض الفلسطينيين وهو في سيناء، عادوا إليه بأعناب محمولة على خشبة، على عود، على غصن شجرة، فقالوا له يعني فيها قوم جبارين وفيها أعناب وفيها خيرات وكذا. وعلى فكرة وزارة السياحة الإسرائيلية اتخذت الحرسين مع العنب كوزارة السياحة، يعني بيشوفوا على سيارات وزارة السياحة الإسرائيلية. بغض النظر عن ذلك، فالعنب، الأعناب تجدها، تجد أيضا الأسماك، السمك، لأنه لها علاقة بسيدنا عيسى عليه السلام، عندما كان القوم جوعى لم يكن هناك غذاء، فمن السمكة جاءت أسماك، ومن الخبز جاءت كمية كبيرة من الخبز. فبالتالي في الكنيسة يضعون على لسان الزائر الكنيسة قطعة، نعم التناول، نعم تمام. فطبعا هاي كنيسة القيامة غريك أرثوذكس، عشان كمان نوضح، اتجاهها نحو الشرق. لماذا نحو الشرق؟ لأن الشمس تشرق من الشرق، وفي المسيحية يعتبرون أن المسيح عليه السلام جاء إلى العالم كنور وأضاء العالم، من 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 مثل إضاءة الشمس من الشرق. عندما يموت المسيحي يدفن بطريقة عمودية على الشرق، الرأس تكون في الخلف ويوضع تحت الرأس رمال حتى وجهه يوجه نحو الشرق، والأرجل تكون نحو الشرق، والرأس تلفت رأسيا نحو الشرق. في الإسلام الإنسان عندما يموت يكون موازي لجدار القبلة، ويلفت الرأس إلى الكعبة المشرفة، إلى 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 القبلة. يعني كنيسة القيامة تحتاج إلى حلقات حقيقة، وأنا مستعد دائما إني أتحدث عن كل معلم على حدة. يعني تتكلم عن القدس بشوق وحنين،
لمن لم يذهب ولم يزر القدس أقول له للأسف يعني أضعت كثيرا. طبعا أنا عارف في ناس ما بيقدروا يذهبوا للقدس لأسباب ما مع جواز أو بده فيزا، لكن عندما تذهب للقدس يعني روائح القدس تذكرك بالماضي والحاضر، تتكلم الجدران. أنا يعني بقول إنه في القدس الحجارة تتكلم، لأن كل حجر قصة لكل مكان. يعني أنا كنت أضع يدي على أماكن وأطلع من وضع يده على هذا المكان، من لمس هذا الحجر من العظماء الذين جلسوا وعاشوا في القدس. صراحة يعني هذا شعور أنا شخصيا بحكم إني رجل آثار ومنقب عن آثار يعني أتمتع به كثيرا، خاصة مثلا عندما أنقب في موقع آثار يعود العصر البرونزي، يعني 5000 سنة من اليوم. نعم. أجلس في الغرفة وفي البيت أقول يعني معقول قبل 4000 سنة و5000 سنة في ناس كانوا عايشين؟ شوف كيف عاملين الباب، شوف الأرضية كذا. يعني الواحد يتأمل حقيقة يعني الكثير، ولذلك احنا نربط دائما العمارة بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي، لأنه يعني ما فائدة أن توصف مبنى معماري بدون أن تربطه بالحياة الاجتماعية والاقتصادية في تلك الفترة والدينية في تلك الفترة، لأن العمارة المسيحية والإسلامية تعكس الدين، تعكس العادات، تعكس التقاليد، تعكس التراث، تعكس كل شيء. يعني مثل ما أنت تكون ماشي في مكان وتشوف مبنى تقول آه والله مبين هذا واضح كأنه مبنى مسيحي أو مبنى إسلامي أو مبنى كذا أو مبنى كذا. يعني هي الطابع، هي البصمة، هي بصمة الدين، هي بصمة العادات والتقاليد والتراث وغير ذلك. دكتور معين، أنا أردت أن أسألك، يعني بما أننا تحدثنا عن العمارة المسيحية في مدينة القدس، طبعا لما منشوف صورة لمدينة القدس نرى الصليب ونرى مسجد قبة الصخرة، يعني نرى هذا الجمال المعماري، فنريد أن ننتقل ربما للحديث عن الحرم القدسي الشريف. هل لك حدثنا أكثر عن تاريخه، عن بنائه وعن أهميته المعمارية من الناحية المعمارية؟ طبعا الحرم القدسي الشريف يعني هو 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 نواة مدينة القدس، وهو مكان الإسراء والمعراج، وهو يعني ثالث الحرمين الشريفين وأولى القبلتين، وله مكانة كبيرة جدا في العالم الإسلامي. نبدأ بمساحته. مساحته حوالي 144 دنم، يعني أضرب الدنم، أنت عارفين 1000 متر مربع، 144 دنم. ويعني صورة أمامنا إلى اليمين في الحرم القدسي اللي هو المستطيل هاي اللي احنا شايفينه، إلى اليمين لا أريد أن أقول المسجد الأقصى المبارك، أريد أن أقول الجامع القبلي أو المسجد القبلي، لأنه القبلي يعني الجنوبي، ما هو احنا عندنا القبلة جنوب شرق، دائما كلمة القبلي يعني الجنوبي. وفوق قبة الصخرة المشرفة، بينهم حوالي 150 متر. بس بدي اعرف اللي في الصوره المعالم الرئيسيه قبل ما ادخل في التفاصيل. تحت المسجد الاقصى قصور امويه تعود العصر الاموي، تعود العهد الوليد بن عبد الملك، تم يعني كانت مقر للاداره ومقر للسكن للخليفه الوليد بن عبد الملك ابن مروان، يعني ابن اللي بنى قبه الصخره، اللي بنى قبه الصخره عبد الملك المروان، الوليد هو ابنه. تحت يعني الحائط الغربي، طبعا المسجد الأقصى جنوب الحرم، قبة الصخرة الشمال، والآن وحائط البراق موجود. الآن معلش معلومة بسيطة عن حائط البراق، هي على السريع، يعني حائط البراق اللي هو علاقة ببراق رسول صلى الله عليه وسلم كذا، له 3 أسماء: حائط البراق وهو المصطلح الإسلامي لاسم الحائط،
وحائط المبكى نسبة إلى بكاء المصلين اليهود عند زيارتهم للحائط. وهذا الاسم يستخدم أيضا كمان أحيانا بواسطة غير يهود، يعني ممكن مسكن المدينة يقول لك المبكى، يعني يستخدم أيضا. لكن اليهود المتدين جدا يغضب عندما تقولي حائط المبكى، يغضب جدا، يقول لك لا، هذا ليس حائط المبكى، كلمة المبكى والبكاء ليس له علاقة بالدين، هذا اسمه هكوتل هامعرابي، يعني الحائط الغربي، يعني ربطوه بالحائط الغربي للهيكل، يعني نسبوه أنه جزء من الهيكل الذي كان موجود. فقول لا، قل هكوتل هامعرابي ذا ويستن وول، ولا تقول حائط المبكى ولا تقول حائط البراق. بس أنا حبيت أوضح ثلاث مسميات، حائط البراق وحائط المبكى وهكوتل هامعرابي اللي هو الحائط الغربي، اللي طبعا ساحة كبيرة منه كانت هي ساحة حارة المغاربة التي جرفت أو أزيلت عام 67. في الجهة الشرقية من الحرم القدسي الشريف خلف الصورة، يعني خلف الحرم، لكن نحن لا نراها، في وادي السلوان أو وادي النار، وبعدين في المقبرة الإسلامية موجودة، يعني بموازاة جدار الشرقي للحرم القدسي الشريف. هي فقط يعني معلومات عامة حتى نتبين. يعني مرة ثانية، الحرم القدسي الشريف هو المستطيل هاي في الجنوب، في الجنوب المسجد الأقصى المبارك، وفي الشمال قبة الصخرة، هذه القصور الأموية، وهذا هو حائط البراق الذي يشكل الجزء الغربي أو الجدار الغربي من الحرم القدسي الشريف، وهذه هي هذه البلدة القديمة. يعني الحرم القدسي الشريف يوجد على الجزء الشرقي من البلدة القديمة، يعني خلاص هو جدار الحرم القدسي الشريف يشكل جزء من جدار المدينة، يعني لا يوجد جدار بعد هذا المكان. دكتور، في هذه المقبرة اللي حكيت عنها سريعا، بس سؤال سريع، هل هذه المقبرة اللي يقال أنه كل الناس أو كل البشر ستتجمع في هذاك المكان ويبدأ يوم الحساب، هاي هي المكان اللي حسب اعتقاد بعض الديانات؟ والله يعني أستاذ جمال، دكتور جمال، يعني أنا دائما بكون حذر من يعني من يعني معلومات يعني غير متأكد منها أثريا أو غير متأكد منها. نعم. أنا صراحة سمعتها من عند الروس مصادر معينة، لكن معروف إنه هذه المقبرة فيها قبور للصحابة، عدد من الصحابة مدفونين فيها، ولها أهمية كبيرة، وفيها باب يفتح عليها اسمه باب الجنائز. لكن أنت عارف الأقوال يدخل في بعضها عملية الإعجاز أو عملية الغيبيات أو عملية الشيء اللي، لكن ربما يكون صحيح. لكن المؤمن المسيحي أو اليهودي أو المسلم يؤمن بالغيبيات، يعني مثلا يعني إذا سألت يهودي قلت له هل تؤمن أن موسى عليه السلام قد شق البحر بعصا، لأن هذه موجودة طبعا في الأولد تستمنت، قصة الخروج، أقول لك طبعا، يعني هذا ليس غريب، هذه معجزة نبي عيسى عليه، طبعا القصة موجودة في الديانة الإسلامية أيضا أنه شق البحر بعصا. الآن النقطة، لماذا يجب أن نؤمن بالغيبيات، يعني بالغيبيات الموجودة في الديانات، في الديانات، إنه العلم ربما اليوم ما وصلنا لهالنتيجة العلمية. وبعدين لسبب، أول شيء شق البحر بعصا، إحنا ما بنعرف شو هي العصا، يعني أنت لما تقول مثلا أبواب الجنة، هل أبواب الجنة باب مثل البواب الحالية اللي عندنا موجودة؟ فبالتالي أوكي المصطلح عصا، لكن نوعية العصا شكلها في المستقبل شو تكون العصا، يمكن ذرية ولا نووية ولا ما حد بيعرف، واسمها عصا مثل ما تقول يوم أبواب الجنة. هذه النقطة. النقطة الثانية، إنه في أخي جمال أخت
أختي نسرين، في حقائق متغيرة، في حقائق ثابتة وفي حقائق متغيرة. يعني لما أنت تقول لي إنه الشمس تشرق من الشرق، بقول لك هذه حقيقة ثابتة، لكن في حقائق متغيرة. من الحقائق المتغيرة مثلا يعني اللي بتتغير مع الوقت، يعني اللي ممكن أنت قبل 50 سنة لا تتخيلها مثلا، من الحقائق إنه لو واحد عنده حصى في الكلية كان من 50 سنة إلا يفتحوا جسمه والكلية وطلعوها. صح. الآن بالأشعة وبالتفتيت، تفتيت الليزر، صحيح. يعني لو أنت حكيت لأبوك الله يرحمه وحكيت لحد قبل 50 سنة إنه شو رأيك أفتت لك حصى بدون ما نقطة دم تنزل من جسمك، كان طبعا راح تقول إما أنت يعني إما هاي معجزة أو هاي شيء يعني شيء غير منطقي. يعني صحيح. عرفت كيف؟ لو أنا قبل 50 سنة قلت لوالد الله يرحمه إنه 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 شو رأيك إن أنا أكلم ابني، ما هو ابني طيار مدني، أقول له شو رأيك إن أكلم ابني من التليفون هذا الآيفون، طبعا ما يكونش آيفون، أقول له أكلمه وأقول لك وين هو، مثل ما اليوم أكلمه بكون في قمرة القيادة في الطائرة، بقول له هاي نحن في الطريق من سان فرانسيسكو لا مش عارف لوين، وأشوفه. هذا كان من المستحيلات. فلذلك يعني هاي ردا على مقولة حضرتك إنه يقولون ويقولون، مثل ما يقولون عن قبة الصخرة أحيانا عن الصخرة معلقة، ويعني معلقة في السماء، وطبعا هذه سنأتي إليها. يعني فيعني أنا أركز كثيرا على ما أجد أنه حقيقي ويقبل المنطق. يعني طيب إحنا تكلمنا دكتور، تكلمنا دكتور بعد إذنك عن الحرم اللي هو كل ما داخل هذا الأسوار. الآن نتكلم عن المسجد القبلي. يعني إحنا أمامنا الحرم القدسي الشريف، عندك قبة الصقرة هي واضحة، عندك حائط البراق، عندك المسجد الأقصى أو المصلى القبلي. طبعاً يعني ما سألتني طيب ليش ترفض إنك أو يعني ما بتحب إن أقول عليه المسجد الأقصى، هو السبب رئيس الحقيقة هو أنه لا يوجد أي مصدر يحدد حدود المسجد الأقصى. لأنه شوف، هذه نقطة مهمة، المسجد هو كل مكان سجدت عليه هو مسجد. الكلمة جاءت من السجود. الجامع هو المكان الذي يتجمع فيه الناس للصلاة، فليس كل مسجد جامع وإنما كل جامع مسجد. الآن لما الآية القرآنية سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو سميع البصير. الآن هنا نقطة، أنت بتفكر لما نقول المسجد الأقصى والمسجد الحرام يعني مبنى؟ طبعا لا، يعني المسجد الأقصى كان ساحة أرض كبيرة جدا، يعني قد تكون كل فلسطين مسجد. صح. وحتى التحديد الحرم الحالي اللي حدده واحد مثلي ومثلك، يعني حاكم في أيام العصور الإسلامية حدد هالمساحة وهذا هو الحرم، لكن لم يحدد حدود له بالضبط. شكرا على التوضيح دكتور معين، لأن هناك الكثيرين من الناس الذين لا يعلمون يعني ما هي حدود المسجد الأقصى، يعني لا يعلمون أين يبدأ وأين ينتهي، وعرف يعني فاهم عليك قصدي، فيمكن هذا يعني كلامك بيوضح المفهوم، هذا قد يكون مفهوم خاطئ عند البعض. طبعا هو مفهوم خاطئ، لأن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. طب ما هو ممكن واحد يطلع لي ويحكي لي الله أكبر، يقول من إلى المسجد الأقصى، طب هو الأقصى هو كان لسه الإسلام دخل وكانت فتوحات إسلامية في القدس، ممكن واحد يطلع لي ويحكي لي الكلام معي. فبالتالي المسجد من السجود، وهناك من أصحاب الديانات السماوية في مدينة القدس من سجدوا، من كانوا يسجدون لله تعالى وأهل الكتاب، فبالتالي هو أقصى مسجد للسجود من المسجد الحرام. ودليل على ذلك أيضا يعني أنه ليس بالضرورة أن يكون مبنى، الآية نفسها بتحكي عن الحرم، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
طب المسجد الحرام، خلينا نتناول المسجد الحرام. طب هو المسجد الحرام هو مبنى؟ المسجد الحرام ما كان مبنى. المسجد الحرام كانوا الناس يصلوا باتجاه الكعبة، باتجاه البيت الحرام، باتجاه البيت، باتجاه الكعبة. يعني الناس كانوا يصلوا حول الكعبة، صح؟ يعني كان اتجاههم للكعبة، فبالتالي تم الإسراء من لا مبنى إلى لا مبنى. كان موضحها بالشكل السليم. لكن من الناحية المعمارية الفنية، المسجد الأقصى، يعني نريد أن نتحدث قليلا عن جماله من الناحية المعمارية والفنية والتاريخ المرتبط به. طبعا هذا هو المسجد الأقصى المبارك، أو المسجد القبلي، لأنه في الجهة القبلية. من نقول نواة المسجد الأقصى، إذا كان هو دائرة نقول نواة المسجد القبلي. وطبعا البناء واضح، في العصور الإسلامية الأولى لم يتبلور بعد، تتبلور بعد أسس العمارة الإسلامية. فطبعا استعانت العمارة الإسلامية في البدايات بما يتوفر محليا في كل بلد من طرز معمارية موجودة. فبالتالي هذا المبنى أخذ نظام البازيليكا. كيف نظام البازيليكا يعني؟ يعني الرواق الأوسط واسع ومرتفع جدا، وأروقة جانبية أضيق حجم. وطبعا جامع، خلينا نحط الصورة الثانية، الجامع الأمه في دمشق على اليمين الصورة نفس النظام، اللي على اليسار الجامع القبلي أو المسجد الأقصى مثل ما حابين تسموه. فهذا النظام اللي كان معروف، يعني أنتوا عارفين فترة الخلفاء الراشدين يا جماعة، هذه كانت فترة فتوحات إسلامية، ما كان اهتمام بتطوير العمارة، كان كل الشغل منصب على موضوع الفتوحات الإسلامية. لكن في بداية العصر الأموي بدأت الآن تتبلور حتى العملات، أصبح تعريب العملات في العهد الأموي، والكثير من الأمور في العصر الأموي يعني ما كان تعريب. يعني مثلا أعطيكم مثال، تعريب العملات ما قبل العصر الأموي ما كان في عملات إسلامية. حتى في الجزيرة العربية اللي كانت تحت السيطرة الساسانية كانوا يستخدموا الدرهم الساساني اللي عليه صورة يزدجرد، الملك يزدجرد آخر ملوك الساسان، وعلى الجهة الأخرى معبد النار. وعندما تقرأ في الأصول التاريخ الإسلامي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وتقرأ كلمة الدرهم، لم يكن درهم إسلامي، واستخدموا الدراهم، كان اسمه دراهمة طبعا، واستخدموا الدراهمة واستخدموا الديناريوس اللي هو دينار الدولة البيزنطية. فبالتالي الذي أريد قوله أنه العمارة استفادت من العمارة الإسلامية، استفادت مما قبلها، لكن في الزخارف الوضع اختلف. في الزخارف مثلا كنيسة القيامة كان فيها صورة المسيح عليه السلام والقديسين وصورة مريم العذراء ووالدة مريم العذراء وتلامذة المسيح وغير ذلك. الآن في الزخارف الإسلامية ممنوع تصوير الكائنات الحية، التصوير ممنوع، ممنوع في المساجد والكذا تجد صور آدمية، أشخاص أو كذا أو كذا. الآن المعمار المسلم عمل فلتر من الزخارف البيزنطية المسيحية إلى زخارف إسلامية. شو عمل؟ راح نقاها من الصور الآدمية ووضع بدلا منها الأرابيسك، يعني الفن العربي، كلمة لاتينية يعني الفن العربي، ووضع الكتابات الكوفية في البداية، الكتابات والزخارف النباتية، والزخارف النباتية عمل عملية فلترة، لكن استخدم نفس الفنون الزخارف التي كانت سابقا. ودليل على ذلك أن الفسيفساء كانت موجودة من أيام اليونان، يونان رومان بيزنطيين كذا، القصور الأموية فيها فسيفساء، المسجد الأموي فيه فسيفساء، الجامع القبلي أو المسجد الأقصى فيه فسيفساء، قبة الصخرة فيها فسيفساء. لكن هذول اللي ورثوا الصنعة من آبائهم من قبل الإسلام، في العصر العباسي انتهت الفسيفساء، لا تجد عفوا لا تجد زخارف فسيفساء لأن الصنعة انتهت، فاستبدلوها بالحفر على الرخام والحفر على الحجر والحفر على غيرها. ف
هذا هو ال 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 على اليسار طبعا صوره ال او الرواق الاوسط في المسجد الاقصى المبارك او الجامع القبلي، وفي هنا زخارف قسيفساء تعود الى عهد الوليد بن عبد الملك اللي بنى اول بناء بالحجر. يعني اول بناء كان في عهد الخليفه عمر بن الخطاب، كان مبنى بسيط من الخشب يتسع الى 3000 مصلى. الان الوليد بن عبد الملك بنى الأول مسجد بالحجر في العهد الأموي، وكان طبعا على هذا النمط. في العصر العباسي انهدم المبنى مرتين نتيجة زلزال ضرب مدينة القدس، فأعيد بناؤه مرتين في أو أجزاء منه كثيرة يعني في العصر العباسي. بعدين في العصر الفاطمي كمان دمر. يعني خلينا نقول في العصر الأموي بني في عهد الوليد بن عبد الملك، في العصر العباسي زادوا مساحة الضعف. يعني كان هو سبع أروقة يعني رواق أوسط، وبعدين ثلاثة وثلاثة على اليمين وعلى اليسار، بعدين في العصر العباسي خلوه 15. لما انهدم بعد هيك بعد العصر العباسي في العصر الفاطمي في عهد الخليفة الظاهر لدين الله، راح أعاد بناء، أعاد الحجم الأول وحجم من مساحته، أرجعه إلى الأصل. وشيء يذكر انه كمان القبه مش قبه الصخره كلها المبنى، لا، القبه العلويه الخشبيه كمان هاي دمرت في الزلزال واعيد بنائها في احكي لنا شوي عن قبه الصخره الدكتور. تمام. الان هاي فقط انا كيف بحاول في الصوره هاي ان اعمل مقارنه ما بين واجهه الجامع الاموي في دمشق تخيب الفسيفساء وواجهة رواق الصلاة في المسجد القبلي أو المسجد الأقصى. يعني نفس النمط وزخارف نباتية على الجنبين، يعني بطريقة متوازنة على الجنبين. هاي كمان من الزخارف الموجودة في المسجد الأقصى بالخط الكوفي، لكنها تعود إلى عصر الخليفة الظاهر، يعني العصر الفاطمي. طبعا احنا من خلال الاثار ونوعيه الخط وكذا بنعرف كمان التاريخ، حتى لو واحد ما حكى لي في التاريخ. مثلا الخط الكوفي معروف، في الاول كان الخط الحجازي قبل الاسلام، بعدين الخط الكوفي لما بنوا الكوفه نسبه الى مدينه الكوفه، بعدين في العصر الفاطمي ظهر خط جديد اسمه الكوفي المزهر او المورق، يعني الكوفة التي تخرج من الألف وأحرفه أزهار وورود وأوراق، فهذا مميز للعصر الفاطمي. هذه أجزاء باقية لا زالت تعود إلى العصر الفاطمي. وهذا منبر صلاح الدين الأيوبي الذي أحرق في العام 68 في 21 أغسطس، على فكرة قبل يعني حوالي ست أيام من الآن، يعني أحرق. وهذا المنبر الأساسي الذي أحرق واستبدل بمنبر آخر أنشئ أو بني في الأردن. هو معروف عنه أنه هو منبر صلاح الدين، لكن هو مش منبر صلاح الدين، هو منبر نور الدين زنكي، وصنع منبرين للمسجد الأقصى ولا مسجد حلب. مات نور الدين زنكي بعد 20 سنة 1187، صلاح الدين الأيوبي فتح مدينة القدس وأحضر المنبر ووضعه. يعني إذا قرأت على ضربزين المنبر تجد اسم نور الدين زنكي، لا تجد اسم صلاح الدين الأيوبي. قبة الصخرة، قبة الصخرة شو معناها؟ معناها القبة التي تغطي الصخرة، القبة التي تغطي الصخرة، يعني القبة التي تحمي الصخرة. طبعا لماذا نقول القبة؟ نقول القبة لأن النص التأسيسي لعبد الملك المران يقول أنشأ هذه القبة، يعني لم يقل المسجد احتراما وتقديرا للمسجد الأقصى المبارك أو المسجد القبلي. فهي القبة أو المبنى هي الثماني. أول شيء هو أقدم أثر إسلامي موجود على الأرض، على الكرة الأرضية، أقدم أثر إسلامي. هي طبعا معلومة مهمة جدا إحنا نعرفها. المبنى المثمن هاي هو القديم، القبة أعيد بنائها في العصر الفاطمي.
وبني على مثمن حتى لا يكون اتجاه معين للمبنى مثل المسجد القبلي، يعني يكون اتجاه قبلة وكذا. لكنه في المغارة تحت يوجد محراب يتجه إلى القبلة، اللي هو مصلى، مصلى بسيط داخل داخل المغارة تحت الصخرة، تحت الصخرة مباشرة. أنت عارف إن هاي الصخرة مش معلقة صح؟ الآن راح نحكي عنها. نعم. هاي سلايد الصخرة على اليمين هيك شايفها محاطة بحماية، وعلى اليسار مقطع رأسي، فالصخرة على الأرض مباشرة وتحتها مغارة تنزل حوالي 16 درجة تصل إلى مغارة، يعني تكاد تقف، يعني هي أقصر من طول الإنسان بشوية، أو ممكن يعني يصل رأسك إلى سقف الصخرة وهي على الأرض موجودة. لكن لماذا نقول معلقة؟ لماذا؟ معلش خلينا أوضح الفكرة هاي. لماذا يقول الناس معلقة؟ هي المغارة معلقة، الصخرة معلقة. لماذا يقولوا؟ لأنه في كتب التاريخ القديمة عندما نقول المسجد المعلق، يعني أنت افتح جوجل واكتب المسجد المعلق ستجد الكثير من المسجد المعلق. المعلق يعني المبني فوق محلات تجارية، وريع المحلات التجارية يذهب للمسجد، يعني ما هو على أرضي ground floor، وإنما معلق يعني فوق المبنى آخر، يعني فوق محلات تجارية، فتقول المعلق، ليس معناه المعلق في الهواء ولا. فالصخرة ليست معلقة في الهواء، الصخرة هي معلقة، أي أنها تحتها المغارة وهي فوق المغارة. دكتور معين، أنا من الأشخاص التي ذهبت إلى جوجل وبحثت أين هي هذه الصخرة المعلقة، أريد أن أرى هذه الصخرة المعلقة بين السماء والأرض، ولم أجدها. فشكرا لك على التوضيح، لأنه يمكن كمان في كتار ما بيعرف المعلومة هاي. بالضبط، والعكس، افتحي جوجل واكتبي المسجد المعلق ستجد كثير من المساجد مكتوب بالمسجد المعلق، لأنه مبني فوق محلات تجارية. نعم، عرفتك. وهناك نقوش كتابية أيضا. فهي المقطع يعني الصخرة في الوسط، لكن في نقطة يمكن لها علاقة بالصخرة، لو دققتوا في الصورة بتلاقوا خطوط عليها، خطوط مستقيمة، خطوط كأنه منشار نشرها ومستطيلة. هي سببها إنه أيام حروب الفرنجة عندما كانوا يأتون من أوروبا كانوا يشترون جزء من قبة الصخرة بوزنها ذهب، يعني كانوا لسبب، لأن المسيحيين واليهود أيضا، لأن في الأورت سميتوا هناك اعتقاد كبير أن عند هذه الصخرة كان سيدنا إبراهيم عليه السلام سيذبح ابنه إسحاق، طبعا في الإسلام إسماعيل، سيذبح ابنه إسحاق خلف هذه الصخرة. ولذلك في حروب الفرنجة حولوا المبنى إلى 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 كنيسة سموها تومبليم دوميني، يعني معبد الإله. ولكن نفس القساوسة الموجودين في القدس في فترة معينة أوقفوا عملية القص من الصخرة، لأنه تعرضت بشكل خطير للنحت وللتقطيع، ووضعوا حاجز لحمايتها، لأنها طبعا تجسد قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. الآن هذه هي الصخرة التي حسب دين الإسلام عرج منها الرسول إلى السماء وتم الحفاظ عليها. الآن السؤال، لماذا بنيت قبة الصخرة بهذا الشكل الفخم الذي كلف الدولة الإسلامية مبالغ طائلة؟ يعني كان من الممكن أنه يبنوا مبنيين، لأنه أنت عارف أيام الدولة الأموية سكبوا ذهب فوق القبة نفسها، يعني ما بقي من أموال ودنانير سبكوها سيحوها وغطوا فيها القبة. هو السبب جعلها ذهبية، وهذا هو الذي هي ذهبية فعلا كانت أيام العصر الأموي، لكن في الآخر في النهاية عند التجديد الأخير بأمر المرحوم الملك حسين
عملوا يعني أرخص، عملوا نيكل ونحاس وفوقه طبقة رقيقة جدا من الذهب، رقيقة جدا. والسبب كان هو عندما سئل الخليفة عبد الملك مروان عن سبب بناء بهذا الشكل، قال إنه في مدينة القدس مباني ضخمة جدا وجميلة جدا، أخشى أن تؤخذ بعقول المسلمين، يعني تبهر عقول المسلمين، فأريد أن أبني شيء يناظر المباني المسيحية الموجودة في مدينة القدس. الآن الشيء بالشيء يذكر، القبة خشبية ومن طبقتين. لو أنت رحت على قبة كنيسة القيامة تشعر أنه هاي القبة كوبي بيست منها كنيسة القيامة، لأنه أنا ببني بيتي. أنت يا جمال لما تبني بيت في عمان نفترض وتشوف بيت جميل، ممكن تعمل إيميتيشن، يعني كوبي بيست، يعني في بعض إما التخطيط أو الزخارف أو كذا أو كذا، فالآن ولا في فلسطين. فالآن القبة هاي خشبية من طبقتين، نفس الشيء كنيسة القيامة قبتها كمان خشبية ومن طبقتين. قبة الصخرة أكثر من قطرها، أكثر من كنيسة القيامة بعشرين سنتي، هذيك 40 متر و20، هذا 40 متر و40، عرفت كيف؟ فبالتالي كوبي بيست. أما المخطط، المخطط نفسه اللي هو الشبه دائري المثمن، هو طبعا تعرف مثمن، طبعا جاء من مخطط يعني قريب جدا من كنيسة القيامة، لكن هاي صورة في البداية للمغارة. هذه المغارة، المغارة التي تحت الصخرة مباشرة. هذه الصخرة واضحة يا جماعة، هاي الصخرة واضحة، وهي الكتل الصخرية عليها، واحد بيصلي، وهي في محراب داخلي وكذا، الارتفاع يدوب قامة إنسان، وبعدين في فتحة في الصخرة فوق، لأنه أيام الحروب الفرنجة نصبوا مذبح ألتار فوق الصخرة، وثقبوا ثقب دائري حتى تنزل دماء الأضاحي وتجمع داخل المغارة، يعني ففيها ثقب موجود. هي بالنسبة لي المغارة. الآن بالنسبة لي التخطيط، هذا هو التخطيط، الشكل الدائري على اليمين لقبة الصخرة، هي الصخرة في الوسط، وبشوف الثقب الدائري من الإضاءة اللي في المغارة. نعم واضح، نعم، وقريب هو من المدخل حتى اللي بنزل لتحت. والمخطط اللي حول قبة الصخرة دائري على اليسار، هاي المخطط الدائري لكنيسة القيامة، حتى هي في دعامات وأعمدة، ونفس الشيء دعامات وأعمدة. كنيسة القيامة فيها قبر السيد المسيح في الوسط، هاي فيها الصخرة في الوسط. تحت في الصورة مخطط اللي هو على اليسار كنيسة القيامة، وعلى اليمين اللي هو مخطط قبة الصخرة المشرفة. الفرق الوحيد، علاقة كثير وطيدة بينهم بطريقة البناء. طبعاً في المخطط وفي القبة الخشبية. تكاد تكون العلاقة بين الاثنين هي علاقة مرتبطة بالنور. طبعاً يعني المعمار يعني المعمار دائماً حكاية التهوية والإنارة مهمة جداً. يعني مثلا اعطيكم مثال، في الكاتدرائيات المسيحيه، في البازيليكا تجد الرواق الاوسط اوسع الاروقه واعلاها. طب ليش اعلاها؟ شو السبب انها اعلى من سقف الاروقه الجانبيه، حتى يتمكنوا من فتح نوافذ في 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 الفرق في الارتفاع، يعني نوافذ للرواق الاوسط حتى تنير وسط الكاتدرائية. يعني معلومة جميلة جدا، احنا جد بتشكرك، معلومات قيمة اكيد اثريتنا فيها الليلة. طبعا احنا
احنا عندنا اكيد يعني اسئله كثير حابين نسالك اياها الليله، لكن احنا بنعرف كمان انه في زخارف في قبه الصخره من الخارج واسوار القدس، فحابين نعرف منك كمان معلومات اكثر عن هالموضوع. طبعا اوكي. هي مثلا هي قبة الصخرة، هي قبة الصخرة الى اليسار، قبة الصخرة من الخارج قبل الزخارف، هذه في العصر التركي قبل سليمان القانوني. على اليمين بعد ما احضر سليمان القانوني بلاطات من قاشان، شوف اللون الازرق، لان الدولة التركية، شوف روحوا على اي مبنى تركي بتلاقوا دائما اللون الازرق غامق يعني واضح وغالي، لان الكوبالت يعني متوفر هناك، ودائما كانوا ياخذوا الالوان من الاكاسيت، فاللون الازرق من الكوبالت، من اكسيد الكوبالت. الكوبالت موجود طبعا انتم عارفين، يعني انا بديش اضيع وقت الحلقه في شغلات، لكن انتم عارفين في الوان اورجانيك اللي هي بيستخدموها، بيجيبوها من نباتات وبيستخدموها في النسيج وبيستخدموها ما ادري في وين، لكن في الوان اكاسيد اللي هي مع الحرق بتلون وتغير لونها، يعني بتجيبي اكسيد الكوبالت وبالفرن بتغير الى اللون الازرق، بتجيبي اكسيد المنغنيز الى اللون البني، بتجيبي اكسيد الحديد الى اللون الاحمر، فيغلب عليها اللون الازرق، لانه اكسيد الكوبالت هو اللي. وطبعا في كمان نقطة هون حابة أقولها، إنه إلى جانب قبة الصخرة في مبنى اللي هو قبة السلسلة. قبة السلسلة هاي نموذج عمله الخليفة عبد الملك الموران ليرى شكل قبة الصخرة عند البناء، يعني مثل الديمو، يعني قبل بناء قبة الصخرة أراد أن يرى شكلها النهائي. ما تسمى الآن بقبة السلسلة، واطمأن على الوضع وعلى الشكل العام، ثم بنى قبة الصخرة المشرفة. السلايد اللي بعده نيجي للزخارف. طبعا هاي على اليمين قبة القبة من الداخل، القبة من الزخارف، القبة من الداخل، وعلى اليسار من الخارج. اللي بأكد انه كمان انه هاي الزخارف الخارجية لقبة الصخرة تعود للعصر التركي، الخط اللي عليها الخط النسخي والثلث. أيام الدولة الأموية كان الخط الكوفي اللي موجود لغاية الدولة الفاطمية، وبعدين في العصر الأيوبي ظهر ما يسمى بالخط النسخي. ليس لماذا أطلقوا عليه اسم الخط النسخي؟ لأنه عندما أرادوا أو احتاجوا نسخ المخطوطات، الخط الكوفي لأنه كله زوايا، فكان في الكتابة يأخذ وقت طويل جدا لأنه زوايا، الخط النسخي لين مرن، فسموه الخط النسخي نسبة إلى نسخ المخطوطات. فهاي النوعية الخط هاي متأخرة جدا، يعني إيش متأخر؟ يعني في تاريخ متأخر، وكذلك قبة الصخرة كمان هاي الكتابة اللي عليها تعود إلى تجديدات السلطان محمد بن قلاوون ايام المماليك. انتم شايفين المنظر طبعا. يس طبعا طبعا. اوكي، الان قبة الصخرة من الداخل، هي الخط الكوفي، هذا هو الخط الكوفي اللي احنا بنتكلم عنه. شوفوا هي شكل واضح فوق خط الكوفي اللي هو يعود الى عصر عبد الملك ابن مروان، والان هاي الزخارف، هذه زخارف فوسي كساء، يعني لما بنوا قبة الصخرة كانت تحت إشراف يزيد بن سلام من القدس ورجاء بن حيال الكندي من بيسان، وكانوا هم مشرفين على البناء، لكن العمال والفنيين والمهرة هذول طبعا من منطقتين، من منطقة الدولة البيزنطية أو من المناطق التي كانت قابعة تحت الاحتلال البيزنطي، ومن المناطق التي كانت قابعة تحت الاحتلال الساساني، يعني وين؟ في مناطق إيران وغيرها وغيرها. كيف نعرف؟ لأن الزخارف، نوعية الزخارف هي اللي بتحدد، يعني مثلا حبات اللؤلؤ هذه خليجية، هي من بلاد ساسان، هي من دولة من مناطق إيران، لكن لما نشوف زخارف أخرى مثل العنب، عناقيد العنب وغيرها وغيرها، هاي زخارف بتكون لها علاقة بالطراز البيزنطي وكذا، يعني إحنا من خلال نوعية الزخارف بنعرف، وبنأرخ البيوت إحنا
إما عن طريق الزخارف أو شكل الإناء أو كذا. يعني يعني حتى لو الدكتور جمال والأخ نسرين قالوا لي هاي تاريخها كذا يا رجل مكتوب في الكتاب الفلاني، قولي يا عم الله يخليك، أنت الآن بتشوف سيارة BMW وبتشوفها، لو واحد قال لك هي موديل 2020، لو واحد قال لك 2018، طب ما انت عارفها يعني من الشكل، عارفها انا 2020 عارف، فاحنا من الشكل بنعرف اي تاريخ، ومن الزخارف هذه شغلات دقيقه جدا، اهم عندنا حقيقه من النقش الكتابي اللي بنكتشف في المبنى، لانه النقش الكتابي ممكن يكون منقول يعني محفور على رخامه، واحد اخذه وحطه وراح بناه مع مبنى جديد يعني، عرفت كيف؟ لكن الزخارف هي التي تحدد التاريخ بشكل دقيق. الكتابة هنا خط كوفي غير منقط غير كذا، لأنه التنقيط جاء فيما بعد يعني مش في فترة عبد الملك ابن مروان. الآن هاي أيضا زخارف في قبة الصخرة، هذه أشجار، وموجود منها أيضا في الجامع الأموي في دمشق، تقريبا كأنها مدرسة واحدة. يعني أنا بدي أديك وشوفي مثال على ذلك. شوف هاي الصورة اللي بعدها، عندك الآن اللي على اليسار قبة الصخرة، اللي على اليمين جامع الأموي في دمشق، لأنها مطابقة بالضبط، لأنه هذه مدرسة قصيفساء موجودة في بلاد الشام، متوارثة عن ما قبل الإسلام، عن الكسيفساء في الدولة البيزنطية، وانتقلت إلى بدايات العصر الإسلامي. تجد كأنها بعضة، تخرج منها اللفائف سكرولز هيك، وبتشوفيها في جهة، وطبعا ورق الأكانتوس هاي معروف بيزنطي يعني. روح شوفوا التيجان الكورنثية في البلدة القديمة في القدس، في المباني القديمة الأموية وغير الأموية في العالم الإسلامي، تجدوها كلها تيجان كورنثية، عليها نباتات، عليها الورقة النباتية. هذه الكورنثية أصلها من مدينة كورنث في اليونان، جزيرة اسمها كورنث. فهي أصولها من هناك، مثل الورقة الكندية أصولها من وين، عرفت كيف؟ فإحنا بنعرف الشغلات هاي من خلال الزخارف الموجود. حكينا عن الأسوار دكتور، الأسوار الآن المصلى المرواني هذا هو مكانه واضح في الصورة، في الزاوية الجنوبية الشرقية من الحرم القدسي الشريف. يعني يعتبر البيزمنت، نقدر نقول البيزمنت، أقولك ليش بنقول عليه البيزمنت. كانوا زمان إحنا اليوم لما الواحد يعمل بيزمنت لبيوت بعملها كونكريت وكذا، الآن أيام زمان ما كانش كونكريت، فكيف كانوا يعملوها؟ كانوا بدل الكونكريت يروحوا يعملوا أقواس في باطن الأرض، أقواس متتالية، الأقواس يحملوا عليها المبنى، لأنه القوس بيحتمل البناء عليه دور ودورين وثلاثة وأربعة، لأن الحمل بتوزع على الجنبين، فبالتالي دائما القوس هو أقوى شكل معماري. يعني أنت حتى الباتلز أي شيء في ضغط ليه دائري، الطيارة تلاقيها تيوب دائري، جرة الغاز في بلادنا دائرية، لأنه هي اللي بتتحمل الضغط الكبير. فالآن المساحة اللي تحت فيها أقواس كثيرة جدا، وتم تنظيفها وعمل المصلى المرواني. هاي من الداخل شوف الأقواس كيف، وعمل المصلى المرواني مساحته كبيرة جدا حقيقة، وكان هذا إنجاز كبير من جمعية الأقصى ورعاية المقدسات الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح، وقاموا بجهد كبير حقيقة، لأن مساحته ضخمة جدا، واستطاعوا إنجازه. طبعا هاي معلش في نقطة بدي أوضحها،
إنه هذا هو الجزء اللي حول الفرنجة إلى إسطبل أيام الحروب الفرنجة. ولا زالت حلقات ربط الخيول موجودة في بعض الأماكن. والمسجد الأقصى حول طبعاً إحنا المسجد القبلي، لكنه إحنا كله بنقول المسجد الأقصى. يعني أنا ما بعارض الكتب التي تقول وحول المسجد الأقصى إلى إسطبل الخيول. بصير السؤال وين بالضبط في المسجد الأقصى؟ عرفت كيف؟ نعم. هل في اللي فوق المبنى اللي فوق، ولا في اللي تحت، ولا اللي على الشمال، ولا على الجنوب؟ فهو هاي المكان الذي كان إسطبل للخيول، وكان المسجد الأقصى أو القبلي مبيت لأفراد الحملة، حملة الفرنجة. الآن نقطة مهمة جدا، يعني دائما يقال إنه لم يكن هناك حكم إسلامي في مدينة القدس، ولم تكن يوم من الأيام عاصمة إسلامية. على العكس، يعني القصور الأموية التي تم اكتشافها جنوب المسجد الأقصى، جنوب الجامع القبلي، هاي قبة الجامع القبلي، وهاي القصور، وعلى فكرة يعني اللي اكتشفها يعني دائرة الآثار الإسرائيلية، يعني كانت تعتقد أنها ربما تكتشف أمور لها علاقة بالهيكل الثاني أو الهيكل الأول أو كذا، لكنها اكتشفت أنها قصور أموية تعود للعصر الأموي، تعود إلى عصر الوليد بن عبد الملك الوليد الأول، اللي بنى طبعا كمان الجامع الأموي في دمشق، وبالإضافة إلى مكان للإقامة وجسر يربط القصور بالمسجد القبلي حتى يدخل إلى إيوان الصلاة مباشرة، ومكان للحكم. يعني أربع قصور تدل أو يدل وجودها على أن مدينة القدس كانت في فترة معينة في العصر الأموي هي عاصمة لفلسطين. وواضحة جدا طبعا القصور الأموية، هذا الساحة، هاي إلى اليمين هاي الساحة الوسطى للقصر، وعلى اليسار الساحة الوسطى للقصر. سألتني سؤال يا أستاذ جمال. يس، أنا بس في النهاية حابب أحكي، هل في توصيات عن الحفاظ على البلدة القديمة وتراثها المعماري الأصيل؟ طبعاً يعني في توصيات، بس هذا سلايد أخير، إنه خلينا يعني نحكي عن هلا الصورتين هاي. أنت بتعرف إنه مدينة القدس يعني مثل غيرها من المدن الإسلامية كانت فيها اللي هو بني القدس، مثلاً كان فيها بني إسرائيل وهو بني يعقوب عليه السلام، وعائلة مريم العذراء وكذا من بني إسرائيل، يعني من بني يعقوب عليه السلام. وطبعا في مدينة القدس طبعا كانوا قبل تأسيس دولة إسرائيل، وقبل كان يهود، في يهود موجودين مثل ما في اليمن الآن في موجود، وكما في العراق في موجود، وفي شمال أفريقيا موجود، وفي الجزيرة العربية في خيبر وغيرها كان موجود. فهذا طبيعي جدا أن يكون هناك أماكن للصلاة فيها. طبعاً أماكن تعود إلى ما قبل الإسلام لا يوجد، يعني وإنما مباني تعود إلى العصور الوسطى، يعتبروها كنس يهودية للصلاة فيها، وفي أنواع منها للسفرديم. نقطة هنا مهم أقولها الحقيقة، يعني بعض الناس يعني يشعر بتحسس عندما نقول والله هناك مثلا كنيسة يهودي في مثلا دمشق أو في مصر أو في اليمن أو كذا. يا جماعة، يعني قبل تأسيس أو المشاكل السياسية وتأسيس دولة إسرائيل والأمور هي كلها، الطائفة اليهودية أو اليهود كانوا جزء لا يتجزأ من الدولة الإسلامية ومن الحضارة الإسلامية، وكان لهم دور كبير في أعمال معينة في الدولة الإسلامية. وأزيد على ذلك إنه كان في عصر المماليك على سبيل المثال، كان السلطان المماليك يعين قاضي مسيحي
لي في طبعا في دار القضاء لي او في ديوان القضاء للبت في القضايا الخلافيه المسيحيه، ويعين قاضي يهودي للبت في القضايا الخلافيه اليهوديه بين في الطائفه اليهوديه. فبالتالي يعني ليس غريبا جدا ان نجد بقايا او اطلال كنيس يهودي في اي مدينه اسلاميه. ما امامنا هو لا يعود الى ما قبل الاسلام، لا، الا على اليسار وعلى اليمين هي تعود الى فتره العصور الوسطى. لكن هذا لا يمنع انه طبعا يعني كان في موجود يعني ايام السلطان عبد الحميد وسمح لهم بالصلاه عند حائط البراق، معناها انه كان في ناس موجودين يهود كذا، فاكيد كان دليل ان اليهود عاشوا وتعايشوا مع في بلاد المسلمين يعني طبعا كان... نعم طبعا، وكان لهم دور ودفعوا الجزية للحكومة بدل الانتساب للجيش وغير ذلك. وفي معلومة ممكن أقولها يعني إنه في منهم دخل الإسلام وحصن إسلامه، يعني يمكن معلومة ربما يقراها أحد في النت كذا، أن أبو هريرة رضي الله عنه كان يهودي. فبالتالي يعني كثير من الناس مما دخلوا انتقلوا من في الأول ديانة يهودية، بعدين انتقل بعض الإخوة إلى ديانة المسيحية، وعندما جاء الإسلام بعض الإخوة من ديانة المسيحية انتقل إلى الإسلام. يعني بنرجع للأصول واحدة، الأصول هي أصول عربية فلسطينية اختلفت انتماءاتها أو انتماء الأشخاص إلى الديانات حسب رغبتها، الديانات المختلفة. وهذا احترام جيد. سواء يهودية أو مسيحية أو إسلام، وهو هناك مما بقي على المسيحية وهناك مما دخل الإسلام وحسن إسلام. الآن بالنسبة للتوصيات طبعا يعني نحن حقيقة مدينة القدس تعتبر مدينة مقدسة، مدينة السلام والمحبة، المدينة المفتوحة، المفترض أن تكون مفتوحة للجميع. وتوصياتنا الرئيسية هي ضرورة العمل بشكل جاد لحماية هذه المدينة من تدمير تراثها المسيحي أو الإسلامي. طبعا اليهودي ما هم حاكمين هناك، يعني ما فيش خوف عليه من 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 تدميره وإزالته. وطبعا أنا بودي حقيقة أن أشكر في هذا الوضع جمعية الأقصى لرعاية المقدسات الإسلامية وكل من يقوم بدعم يعني أهل القدس سواء من الدول العربية أو الإسلامية أو من داخل فلسطين، فهو واجب، أنا أعتقد أنه واجب عين يعني لابد كل واحد أن يقوم بهذا الجهد سواء بشكل فردي أو بشكل أو ضمن مؤسسات منظمة بما لا يتعارض مع القوانين الدولية والقوانين الإقليمية وبما يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي والمسيحي. أبدعت دكتور، أبدعت أنت إنسايكلوبيديا يعني من المعلومات التي فعلا نفتخر أن لدينا أشخاص مثل أمثالك، يعني مثل حضرتك بعالمنا العربي. يعني لست فقط مؤرخ وإنما أيضا أنت دكتور ومحاضر جامعي. يعني نحن كم نحن بحاجة إلى أن نتعلم منك، يعني ولا ينتهي التعلم فعلا عن هذه المدينة المقدسة والجميلة وعن هذه الأرض طبعا المقدسة أيضا. يعني عندي ملاحظة يمكن أخيرة، يعني أرجو من المشاهدين أو أرجو من أي شخص يشاهد هذا الفيديو أن إذا لديه أي سؤال أو تعليق أن يسألني. أتمنى أن تضعوا رقم تليفوني وإيميلي على الشاشة، لأنه أحيانا كما نرى في السوشيال ميديا أحيانا يتم اجتزاء أجزاء من مقابلات أو أجزاء من حديث أو كذا. فبالتالي كل من لديه استفسار أو يريد الاستزادة
من معلومة معينة أو عن معلومة معينة، فأنا طبعا جاهز ومستعد للإجابة على أي استفسار. وهذه المقابلة ستكون كاملة طبعا، لن تتجزأ أبدا، فكل المعلومات موجودة، وفعلا هذه حلقة ثرية جدا بالمعلومات، ونحن أيضا شاكرين لك في قناة كنار على قبولك ل يعني نكون هذا واجب، هذا أول شيء، هذا واجب، يعني واجب واجب، لأن الجالية العربية في أوتاوا وفي كندا بشكل عام حقيقة يعني في حاجة إلى معلومات إضافية. يعني ربما يكون ثلاث أرباع المقابلة أو المعلومات معروفة لديهم، يا سيدي خلينا نقول 10% 5% أو 2%، المهم إنه يعني ضفنا جزء بسيط للمعرفة لإخواننا وأخواتنا في كندا، وطبعا في أمريكا أيضا، يعني طبعا نعم. وكل أنحاء العالم، لأنه هاي على النت، يعني الكل راح يشوفه يعني. طبعا أكيد. دكتور معين، أنا شخصيا حابب أشكرك باسم كنار تي في، لنا الفخر أن تكون من أبناء الجالية اللي موجودين هون، شخصية مثلك علامة وفعلا لديك من المعلومات ما جعلتني أتوق لرائحة القدس، جعلتني أنظر إلى بعيني إلى القدس، إلى زوارب القدس وحارات القدس وشوارع القدس العتيقة، جعلتني أتذكر ما قاله الشاعر تميم برغوثي فقال: فالقدس تقبل من أتاها كافرا أو مؤمنا، أمر بها وأقرأ شواهدها بكل لغات أهل الأرض، فيها الزنج والإفرنج والقفقاج والسقلاب والبشناق والتاتار والأتراك وأهل الأرض والهلاك والفقراء والملاك والفجار والنساك، فيها كل من وطئ الثرى، فيها ناس بنحبهم، فيها ناس بنعشقهم، نتمنى لهم السلام، نتمنى لهم الخير إن شاء الله رب العالمين. دكتور معين، لن تكون آخر لقاء معك، سنتكلم عن مدن عربية أخرى إن شاء الله قريبا. شكرا لك، ونقول لجميع من شاهدنا شكرا لكم جزيلا على ما كتبتموه وما أعطيتمونا إياه. بشكر صديقنا أمجد السقا اللي عرفني عليك، بتشرف فيك دكتور، وشكرا لكم جميعا، ونقول لكم تصبحون على خير. حياك الله، تصبحون على خير، ونشكر جميع المشاهدين، ونحن دائما يعني مستعدون لأي إضافات أخرى. شكرا لك، شكرا لكم.